On dirait le mode. On dirait R, a dit. ما فهمتش انا دخلت لقيت ما كاين حتى شي مشكل ما عرفتش شنو هو المشكل اللي عندكم في لي كومونتير دابا راه هاد اللايف ما عرفت مالو من نهار بدا وبداو فيها المشاكل جيسبر ان الناس اللي كانوا معايا ما عرفتش يكومونتيو ولا باسكو ما بان ليا كلشي مزيان دخلت لي بارامتر لقيت كلشي وهي نتايا دخلت شافت كلشي مزيان ما فهمت والو والله ما فهمت الوغ شوفو واش خدام ليكم هدا واش خدام وي في الغالب انا ما عنديش مشكل ان دايره كلشي بانه اي واحد يقدر يكومونتي في الغالب راه عندهم هما يقدروا واش البروبليم د كونيكسيون اللي كتخليهم ما تيكومونتيوش ولا ما عرفتش ولا سينو دايرين هما شي 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 بارامتر في الفيسبوك ديالهم ما عرفش انا ما نكذبش عليكم ما عرفش كيفاش لانه مشيت للبارامتر كلشي حليته ما خليت حتى شي حاجه فيها مشكل في لي كومونتير ولا عجب شو دابا نشوفو شنو قلنا لا كيسيون 3 درناها شو دابا نشوفو ليكزارسيس 4 غلاف دون لو تيكست قال لك راه جبد ليا من التكست غلاف دون لو تيكست دو مو ابارتونون او شون ليكسيكال دي زانيمو يعني جوج الكلمات ما تفوتوهمش عندهم علاقه باللي زانيمو من الحيوانات داكو حنا مثلا حنا اول حاجه غادي نكتبو انيمو هي الاولانيه باش الاستاذ ملي يكون صحيح عارف اش كيصحح وانا غنعطيكم جميع الكلمات ولكن نتوما في الامتحان كتكتبوا غير جوج الوغ الكلمات اللي كاينين كاينه فين درتهم كاينه سيربون يعني الثعبان ها وحده كاين كذلك سيربون كاينه لا بيت الوحش واخا واخا تقولوا حنا الوحش ولكن كتقصدوا بها اي حيوان لا بيت كاينه كذلك 3 الفريسه باردون الفريسه 3 وكاين ريبتيل ريبتيل هما الزواحف هنا زاحف ريبتيل هادو هما اللي كاينين نتوما يا اما غتكتبوا لهم سيربون لا بيت ولا بخوا ريبتيل ولا اللي كتبتو سيربون ريبتيل اللي كتبتوها صافي نمشيو دابا ليكزارسيس 5 فوالا ما كاينش لا تحت ما مبلوكيكم كلشي كاين واحد البنت اللي صيفطات ليا في الميساج قالت لي راني استاذه مبلوكيه قلت لها راه ما مبلوكينا حتى حد وعليكم السلام اميره الاحلام فوالا نشوفوا دابا لا كيسيون 5 لا كيسيون 5 شنو قالوا لينا قالوا لينا كومبليت لينونسي سويفون ان شوازيسون parmi les hypothèses ci-dessous celle qui convient قال لك هاد الجمله هادي الا شفتوها نتوما الا ديجا شفتوها في الورقه ما كاملاش عندنا التنقيط يعني خصنا نكملوها ولكن عندنا ثلاثه الجمل كاينه ا بي سي وغنكملوا بليبوتيز انتبهوا هنايا هاد ليبوتيز اللي غتكون عندنا شنو قلت لكم داك النهار قلت لكم دائما باش تكمل الجمله او باش تستر على الجمله الصحيحه في ليبوتيز لو طون ديال لو فيرب فاش خاصو يكون مصرف يا اما في لو سوبجونكتيف يا اما في لو كونديسيونيل داكوغ حنا علاش غنديرو غنركزو على لو طون ديال كل جمله ديال لو فيرب ديال كل جمله هو اللي غيقول لنا اين هي الجمله اللي غنستيو نشوفو لا بروميير فراز عندنا il est possible qu'il ait l'habitude de jouer avec les serpents هنا الجمله لو فيرب ديالها هو لو فيرب avoir لي هويا اي هذا هو لو فيرب ديالها اي هو لو فيرب avoir في لا بروميير فراز داكوغ عندنا 3 فراز لا بروميير فراز لو فيرب ديالها هو اي دائما في الامتحان الا قال لكم بحال هكا ستيو جمله من هادو اللي فيها ليبوتيز كتشوفوا لو فيرب ديال كل جمله لا بروميير فراز فيها اي La deuxième phrase fiha a été d'accord a été mordu. La troisième phrase le verbe li fiha huwa est le présent. Alors on a rechoufou le ton de kulla wahed hada c'est le subjonctif présent. Hada c'est le passé composé.
هذا سي لو بريزون دو لانديكاتيف. الوغ اش بان ليكم؟ بان ليكم بان الجمله اللي فيها ليبوتيز هي لا بروميير فراز. علاش؟ اش كنت قلت لكم انايا باش كنعبروا على ليبوتيز يا اما كنستعملوا لو سوبجونكتيف يا بريزون يا باسي اللي كان المهم سوبجونكتيف ولا لو كونديسيونيل يا باسي يا بريزون. ما كنستعملوش في ليبوتيز الفرضيه باش ملي كنهضروا على الفرضيه ان احنا ما متاكدينش منها ما كنستعملوش فيها لو باسي كومبوزي ما كنستعملوش فيها لو بريزون. اذا هادو حيدناهم بقات لينا هاد الجمله وهاد الجمله اصلا ما فيهاش غير هذا فيها حتى واحد ليكسبرسيون اللي كتبين على انها غير فرضيه اللي هي il est possible que il est possible qu'il est etc. alors هاد الجمله هادي فيها جوج ديال الحوايج اللي كيبينوا بان هي الفرضيه. اول حاجه فيها il est possible que هادي كتبين بانها فرضيه انه بص اشنو هي possible يعني ممكن اشنو هي ممكن يعني انا كنعطو فرضيه ممكن يعني ممكن توقع او ممكن ما توقعش وعرفتي الحاجه اللي كتبينها اكثر هو الاستعمال ديال السوبجونكتيف صافي. اذا الجمله الصحيحه هي الاولانيه اللي هي il est possible qu'il est ماشي غنمشيو مع معنى الجمله ما غنمشيوش مع المعنى لا فهاد الدرس هذا في ليبوتيز ما كنمشيوش مع الجمله مع المعنى الجمله الا حطوا لكم ربعه الجمل قال لك فين هي فيهم اللي فيها ليبوتيز شوف غير لو طون اللي كاين في الجمله الا كان لو طون اللي في الجمله كونديسيونيل ولا سوبجونكتيف راه هي ليبوتيز اما الا كان في الجمله لامبارفي لو بريزون لو باسي كومبوزي لو فيتور لو باسي سامبل راه ماشي ليبوتيز نعاودها ليبوتيز فيها جوج ديال لي طون اللي كنستعملو فيهم يا اما لو سوبجونكتيف يا اما لو كونديسيونيل صافي. فوالا اه وي حسنيه وي واش انت واقع اللي قلتي ليا قلتي ليا في الميسنجر بلوكيا فوالا كان شي مشكل داكشي باش هو سمحوا لي على هاد التخريق اليوم هاد الجهوي واش غيكون بحال جو كخوا با واش تشارجا حيت بقيت كنحيد نتمنى انه يكون ديجا تشارجا سينو راه نعوضوه في امتحان اخر. نمشيو دابا نشوفو نشوفو سميتو لا كيستيون 6 عندنا في ان طابلو قال لك fait parler le maître nageur قال لك غادي تهضر لو maître nageur يعني هنا الماître nageur خاصو يهضر غادي يقول واحد الجمله منطوقه en exprimant une concession à partir de la situation de communication proposée يعني وغادي يعبر على واحد لا كونسيسيون يعني شناها لا كونسيسيون اللي كنا شفنا شنو هي يعني يقبل الفكره ثم كيرفضها. نشوفوا شنو بعد الوضعيه الوضعيه قال لك un maître nageur s'adresse à une femme qui ne surveille pas son petit قال لك الماître nageur كيهضر مع واحد المراه اللي ما كتراقبش الابن ديالها سو بريتيكست كي سي تري بيان ناجي بحجه انه كيعرف مزيان يعوم. دابا هاد السيده هادي ولدها كيعوم الماتخ ماجور جا عندها قال لها لا قبل لي ولدك هي قالت ليه ولدي تيعوم مزيان داكو الوغ هنا قالت ليه ولدي انا كيعوم مزيان يعني ما محتاجش انني نقابلو اش غايقول ليها الماتخ ناجور غادي يقبل الفكره ديالها اللي هي بان ولدها كيعرف يعوم مزيان ولكن غادي يعاود يرفضها بالفكره ديالته هو واش غادي يقول ليها باش غادي باش نقبلوا الفكره غنستعملوا دوك التعابير اللي كنا شفنا يا وي ولا سي فري ولا فوزافي ريزون ولا اللي كان مثلا انا غادي نقول ليها هذا اللي بيهضر في الجمله هو لو ميتر ناجور غادي يقول لها وي فوزافي غيستعمل معاها فو ماشي حيت الجمع فو راه ما كنستعملوهاش غير الجمع لا حتى شي واحد ما كنعرفوش شي واحد قدامنا اول مره غنهضروا معاه ما كنعرفوش غنستعمل معاه فو ديال الاحترام وغادي يقول ليها وي فوزافي ريزون هي لالا عندك الصح فوزافي ريزون فوتغ فيس غادي الجمله الفكره نتاعتها غادي يعاودها هويا فوتغ فيس سي بيان ناجي سي بيان سي تري بيان كيف ما قالت هيايا سي تري بيان ناجي Oui, vous avez raison. C'est très bien. Votre fils sait très bien nager. D'accord. Voilà qu'il va dire. Faut le faire. A des figures que Mara a dit. Et j'ai regardé bien là où il dit qu'il aime bien. Ou alors les ha. Oui, on dit que ça. Ou il dit que tu as bien il aime. Voilà qu'il nous reste dans régulier. Mais ou là pourtant les gâteaux. Mais
Vous devez le surveiller. قال لي ولكن خصك تراقبيه. يعني ماشي صافي كيعرف يعوم صافي. قال لها ولكن خصك تراقبيه لان انا من الاول هو ما كانش متفق معاها. الو باش هذا الميتخ ناجور يقبل الفكره نتاع ديك المراه قال وي فو زافي ريزون، وباش رفضها دار مي. صافي جيسبر انكم تكونوا فهمتوا المحتوى. هو ما ساهل شويه صعيب. غدا لا غدا ما غاديش ندير لايف، عندي شي ناس جاو عندنا على غفله. شي ناس من العائله عندنا جاو باش يعزيو في الوالد تاعي الله يرحمه. ايوا غدا خصني نمشي نشوفهم ندير معاهم صلاه الرحيم، لانه ما كنتلاقاوش معاهم بزاف لانه بعد في مدينه اخرى. داكشي باش خصني غدا نمشي نشوفهم قبل ما يمشيو، حيت الحد يقدروا يمشيو وغنرجع الحد ان شاء الله. غندير لايف ديال امتحان اخر جديد. صافي داكور نمشيو دابا نشوفو ليكريتور الانشاء. هي الماده اللي كنحماق عليها، بغيتكم نتوما تحماقوا عليها واحد النهار ان شاء الله. غير حطوا الثقه في نفوسكم. نمشيو لا برودكسيون اكريت. انا غادي نكتب غير اكريتور. شنو قالوا لنا في اكريتور؟ قال لك سيدي il t'est certainement arrivé de vivre une situation où tu t'es ressenti réellement en danger. قال لك كنتي واحد المره عشتي واحد اللحظه اللي كنتي معرض فيها للخطر. انتما لاحظتوا واحد القضيه، دائما النص الانشاء تكون عنده علاقه بموضوع النص. كنتي لك واحد اللحظه تعرضتي لواحد الموقف خطير جدا انت وقعتي فيه. غاكونت اون كيلكو لي، قال لك تعاود لنا في بضعه اسطر سو سوفونير، تعاود لنا الذكرى هادي اون رابلون لي سيركونستانس. يعني عطيني الظرفيه، يعني فين وقع هاد الشيء، المكان اللي وقع فيه هاد الشيء. انت شوفوا ملي تيقولوا لي سيركونستانس يعني المكان والزمان داكور، اي لي سونتيمون كو تو ريسونتي، الاحساس ديالك اللي عبرتي عليه. ملي تنقول لي سيركونستانس يعني المكان والزمان وكيفاش وقع هاد الشيء والاحساس ديالك داكور. الوغ نبداو على بركه الله. انا كل مره كنحاول نبدل. الوغ مثلا نقدر نقول نهضر على فصل الصيف الماضي، غنقول ليتي ديرني في فصل الصيف. فصل ليتي ديرني يعني فصل الصيف الماضي. جي فواياجي، جي فواياجي avec ma petite حاول تكتبوا معايا سريعا عناد باش ما ننسح الصبوره دغيا. avec ma petite famille à Tanger. الله يخليكم. بالنسبه للمدن كنكتبوهم بماجيسك لا بروميير لتر. à Tanger à Tanger la ville que j'aime énormément. انا صراحه كنهضر عليها حيت فعلا كتعجبني. la ville que j'aime énormément. Point. شنوخص لا بيان. في الصيف الماضي سافرت مع عائلتي الصغيرة إلى مدينة طنجة، المدينة التي أحبها كثيرا. داكور؟ فوالا. وغادي نكتب une nuit. Une nuit, يعني في واحد الليلة. Une nuit, après avoir pris la permission, après avoir pris la permission de mais parents, après avoir pris la permission de mes parents de sortir tout seul, me balader un peu
me balader un peu sur la corniche. Alors, une nuit, après avoir pris la permission de mes parents de sortir tout seul, me balader, un peu sur la corniche, la côte, d'accord? باقي مع لي كومونتير. الوغ شوفوا ركزوا معايا دابا مع الانشاء، خليو دابا لي كومونتير تاع من بعد داكو. الوغ تو سول سور مي بالادي سور ان بو سور لا كورنيش داكو. اشنو غنديرو؟ مي بالادي ان بو سور لا كورنيش افيك مي زيكوتور، افيك مي avec mes écouteurs, à fond dans mes oreilles. Yani, قالك منين خرجت لا كورنيش وانا داير لي زيكوتور فودنيا، يعني لي زيكوتور افون، يعني الصوت مسموع بجد في الودنين ديالي، اش غادي يوقع؟ جابيرسو، ولاحظوا او انظروا او كنشوف قدامي وشاهدوا، جابيرسو اون جابيرسو دو لوان، جابيرسو او لوان، يعني في جابيرسو او لوان اون فواتور، يعني شفت عن بعد une voiture. J'aperçus une voiture qui roulait à grande vitesse vers moi. يعني انا ملي كنت داير لي زيكوتور في ودنيه ومجهد الصوت، شاهدتو واحد، يعني عن بعد واحد السياره اللي جايه، التي زعما كتسوق بواحد السرعه فائقه في الاتجاه ديالي. هي ماشي بتضربني، هي هنا نعرفوا علاش كي كوندويزي فيغ موا. اش وقع؟ انا ملي شفتها اش غندير؟ سون ريفليشير، بلا ما نفكر، سون ريفليشير، هادي كتبقى ردات الفعل ديالنا sans réfléchir. Je sautais comme l'éclair. يعني بدون ما افكر نقزت، يعني نقزت واستعملت لو باسي سامبل، علاش انا واحد الحركه سريعه وفجائيه، نقزت بحال البرق، يعني دغيا في لمحه البصر نقص لديك البلاصه اللي جايه لي طوموبيل، لحقاش كانت غتضربني انايا. هنا كنبين بان تعرضت للخطر. جو سوتي كوم ليكلير اي لا فواتور، توربيوني الو. انا منين نقصت نقص باش ما تضربنيش الطوموبيله، لا فواتور اش وقع عليها؟ تقلبات وبقات كدور، واستعملت لامبارفي. علاش؟ لانها حركه متكرره، ما غنستعملش لو باسي سامبل داكوغ. شوف واش كاين شي مشكل. داكوغ، واخا ميرسي هند، عافاكم. شوفوا صبروا معانا داكوغ. دابا لي مهم نقلو بعدا الانشاء. توربيوني لا فواتور، توربيوني tourbillonner autour d'elle-même.
autour d'elle-même. Yani, السيارة بقات كدور على راسها بزاف ديال المرات داكوغ بزاف ديال المرات سو لو روغار سو لو روغار impuissant des gens. Sous le regard impuissant des gens. يعني بقات كدور على راسها بزاف ديال المرات تحت نظرة ديال الناس اللي هي كانت نظرة اللي ما عندهم ما يديروا ليها نظرة اللي هي فوق الجهد ديالهم امبويسون يعني ماشي ما عندوش كيفاش يديروا حتى يقدروا انهم يوقفوا ديك السيارة داكو وغادي نقولوا دابا شكون هي شكون اشنو واقع شكون هذا الشيء سيتي كي نقول سيتي اون جون فام سيتي Une jeune femme, qui a perdu le contrôle. يعني هي واحد كانت واحد السيدة باقية صغيرة شابة اللي فقدات السيطرة على الطوموبيلة ديالها كي ا بيردو لو كونترول غنكتب لكم هنايا دو سا فواتور غادي راه ار الوغ كي ا بيردو لو كونترول دو سا فواتور يعني فقدت السيطرة على سيارتها دو سا فواتور داكوغ الوغ هذا بالنسبة ليا دابا عاود كيفاش وقع دابا عاد غادي ندوز الاحساس ديالي على حساب السؤال جيتي بولفيرسي انا دائما انا قلت لكم دائما كنضرب اسم الولد بولفيرسي جيتي بولفيرسي يعني كنت مصدوما جيتي بولفيرسي mes yeux étaient انا كنستعمل لامبارفي باش كنوصف الاحساس ديالي mes yeux étaient exorbités هادي راه اكس exorbités يعني عيني خرجوا من بلاصتهم هادشي كلشي لانه فيه عنصر ديال احساس ديال الصدمه واحساس ديال المفاجاه mes yeux étaient exorbités j'avais le corps paralysé J'avais, هذا كل إحساس J'avais le corps paralysé de terreur يعني الجسم ديالي كامل كان مشلول بين الرعب ماشي مشلول كما كتعرفوا يعني بحال هذيك اللحظه بانه صافي بحال نقول حنايا فشلت عليا صحتي كامله ما بقيتش قدرت كلشي تقال عليا بالخلعه داكوغ Alors j'avais le corps paralysé de terreur car elle achète chez Kulchi car les annani ou car les anna les annani je n'ai car je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé يعني ما كنتش عارف اش واقع علاش انايا الجسم ديالي كله كان باراليزي كان مشلول لانه فريمون هادشي اللي وقع ما عرفت ما فهمت والو داكوغ بوين لومبولانس داكوغ لومبولانس est arrivé يعني جات سيارة إسعاف est arrivé et a transporté la jeune femme
à l'hôpital. يعني ماذا؟ الامبولانس سيارة الإسعاف أتت وذهبت أو حملت هذه السيدة هذه إلى المستشفى. داكوغ؟ داوها هي للسبيطار وغادا على راسي أنايا. ألوغ à l'hôpital. Quant à moi, أما بالنسبة لي, quant à moi, هاد كون اللي كاينة بالتي في الآخر راه ماشي ديك نتاع لو طون كون دي لا كونت ا موا هي بالنسبة لي كونت ا موا جو سوي روتورني جو سوي روتورني à la maison يعني رجعت للدار يعني ما بقيتش كملت الخرجة ديالي جو سوي روتورني à la maison Je suis retournée à la maison. Allez, parce que je n'ai pas encore trouvé du goût. Je n'ai pas trouvé du goût et du plaisir. Je n'ai pas trouvé du goût et du plaisir dans cette promenade. قالك هي الدوار السبيطار اما انا رجعت للدار لانني ما بقيتش لقيت فهاد ما بقيتش لقيت الطعم او الرغبه او الفرحه باش انني نكمل هاد هاد هاد, هاد الخرجه هادي اللي كتوقع لينا مثلا الا كنتي غادي في الزنقه وجلساك شي شفار او تشفرتي او شي حاجه كتكون متحمس صافي اون فوا كيوقع لك هاد المشكل ما كتبقاش باقي تحمل باقي تدور صافي كتقول لي بغيت نرجع غير بحال لداري نفس الشيء وقع لي الوغ سيت بروميناد علاش الوغ قال لك عطاني بيزيدك عطمتو بيسكو Ma vie était, puisque ma vie était réellement en danger. Galik, ma bqitch, alors ma bqitch lqit ta'am. لهاد الخرجه هادي صافي ما بقيتش لقيت فيها الطعم او رغبه باش انني نبقى خارج لانه حياتي كانت حقيقه في واحد الخطر يعني كانت مهدده بواحد الخطر داكوغ الوغ هادي هي لا برودكسيون ديالنا ديال هاد النهار وسمحوا لي على هاد المشكل اللي وقع في اللايف اليوم وي المشكل كاين جيسبر انكم 17 18 لين وي راه ما حدك عبد الله ما انا فكات كتب 17 18 لين ملي كتمشي للامتحان راه غتنقص على 12 يعني شحال حاجه غتنسى عليك وغتلقى راسك كاتب او موان بعدا شي حاجه مزيانه صافي الوغ جيسبر انكم تكونوا تستافدوا شويه ديزولي على هذا النهار هذا وتنتمنى من الله ان دوك لي فيديو اللي فاش قطع قبل اللايف يبقاو مشارجين حيت فريمون ما بقاش عندي الدماغ باش انني نبدا نخليهم المهم انا ملي جيت كنعاود اللايف ما بقيت عرفت واش تسجلوا ولا ما تسجلوش الا ما تسجلوش نعوضوها في جهه اخرى واللي مهم عندكم دابا هو الانشاء هو دابا تسجل ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى الى اللقاء مع شكون صيفط ليا باغي يدخل اللايف اجوتي الوغ نو فوالا صافي مرحبا عبد الله مرحبا اجداد الوغ نتلاقاو نهار الحد ان شاء الله مع درس بلوتو امتحان جهوي اخر غدا سمحوا لي ما غنكونش صافي نتلاقاو ونشوفو امتحان اخر وهاد المره انا ما كرهش اللي عنده بحال دابا شي بي دي اف ولا صيفطوا لي حيت دابا ديك الصوره اللي كانت صيفطات ليا البنت ما لقيتها صعيبه لان شوفوا شوفوا كان كيخرج ليا شتي كيخرج ديال لا لونغ مع التصويره خرج لي هكا كاع كل ما غتشوف فيه حتى حاجه
داكوغ. الوغ نتمنى مرة أخرى إن شاء الله نتلاقاو بشي امتحان آخر. هذا امتحان ديال 2020 صراحة ساهل، ما صعيبش نهائيا، غير هو فيه بزاف ديال ركزوا بزاف على لا كونجيكازون. وانتم راكم عارفين الموحدات راه يا اما راه بارفوا تيكون امتحان موحد سهل، بارفوا تيكون امتحان موحد صعيب. ما خصش منها كلها، انتم خصكم تجربوا كل شيء باش نهار الامتحان كتعرفوا هذه انت غديرها، هذه صعيبه تعرف كيفاش تتعامل معها، هذه سهله كيفاش تتعامل معها. يلا مرحبا بكم في حصه اخرى ان شاء الله. لحد ما يجي ان شاء الله مع 10:30 صافي. يلا نتلاقاو والله يصبحكم على خير.